عائلة يا جماعة ولا ايه؟ عائلة. مليون مبروك يا نجم ابن النادي الاهلي، مليون مبروك فوزك النهارده بطولة الدوري. ممتاز، بطولة ولا اروع ولا اغلى، بطولة صعبة جدا من اصعب بطولات النادي الاهلي، ولكن دايما الاهلي معودنا الاول ويبقى حامل البطولة. الله يبارك فيك وبشكرك والحمد لله رب العالمين. توفيق وكرم من ربنا كبير، يعني بطولة فعلا صعبة وغالية، ربنا كرمنا بيها وليها طعم خاص، يعني الحمد لله رب العالمين. بنشكر اللعيبه كلها وكل الناس عملت عليها وكل الناس تعبت وكل الناس اشتغلت، يعني الفرحه ليها طعم حلو قوي لان الناس تحققها فعلا الحمد لله. مباراه الزمالك، مباراه الزمالك طبعا يعني ده ديربي الكره المصريه، بتبقى طبعا ليه حسابات تانيه خالص، وغير ان انت حسمت البطوله دي بتبقى بطوله لوحدها، فان شاء الله برضو ان شاء الله نبقى مركزين كويس ليها ونقدر ان شاء الله باذن الله نفوز بيها ونتوج يعني بفرحتنا اكتر كمان ان شاء الله. يوم مبروك. ايه يوم مبروك. الله يبارك فيك كابتن اسلام.